كيكات الحاصلين بطريقة بسيطة ومقادير قليلة، توجدوا أحسن وألذ كيكة لكل العائلة. عندنا 3 حبيبات بيض، بوطة تاع الياعوت، بهذيك البوطة راح نتقيسو الزيت، بوطة ونص تاع السكر، 2 بواطات ونص تاع الفارينة، شكارة خميرة كيميائية، قرص ملح، لافاني ولا مبشور الليمون كيما تحبوا. هذو هما دونك المكونات تاع الكيكه تاعنا اللي تجينا اسفنجيه وتجينا لذيذه لكل العائله. ديروا كلش على ضربه في ضرب في الخلاط تاعكم، اخلطوا شويه وبعد زيدوا هذيك 2 بواطات تاع الفرينه والخميره وعاودوا زيدوا ضربوا شويه. وجدوا دونك المول تاعكم، ديروا شويه تاع الزبده والفرينه ودخلوه الفرن تاعكم على 170 درجه ويكون جاهز وتاكلوه بالصحه والراحه. دونك كيكه لافاني، كيك باردون لافاني تري فاسيل رابيد افير بور فوتر كيك. دونك اون اورا بيزوان دو 3 او ان بو دي ياورت اي فو كونتينيي ا ميزوري فو انغريديون افيك لو ميم بو. دونك اون انا ان بو دو لويل دوليف دو سوكر ان بو دي ميد سوكر دو بو دو فارين اون بانسي دو سيل ان ساشي دو لوفير شيميك دو لافاني. Et si tout, on mélange tout et on met notre cake au four à 170 degrés. كما قطو يقين القهوة نصبح نغوين تمديث، نحوج 3 ملالين، نحوج ثبط الياعوت، نحوج ثبطني الياعوت تنشر ذو السكر، نخم ثبط النفس، أنا نو ثبط الزيت، أنا نو أساشي لوفير نخلضم في كل شيكة تواليم، أنا نسمير من فوق خلاض، أنا نسمير ليزانكريديون ناغ، داخل المول الناغ، نسعدي الموساكي باش يدي فاغ. فاغ اشقاق يملاح هادي هادي فاغ لي بونش داخل والفنين نسا اشرا كونتينير ستم ثلا لافاني نا القارص اينيك تهوان باش يسفك مثل كو اي وكاطون سيزمار ثنوان. فوالا هادي سياغ ونكتب فاغ لي زانكريديون دونك داخل لا باغ دانفو ونبغى اثني واليا نطاسك حملن لي زانكريديون سلكتيفا.